هذا عمي ابو زين ذي الامارات. والله ايه هذا هون هات يلا مسوك وليك هات ساعه تعطيني اياه. الو ابو بدر شلونك؟ عم تسمعني؟ الو ابو زين هلا والله مش طالعك انت كيفك؟ والله بخير الحمد لله. اقول لك وينك من زمان ما حدا شافك، شو اخبارك؟ والله انا مشتاق بالاكثر، خلاص نحن هيك عن قريب رح نلتقي. شو؟ يعني رح تنزل على تركيا واخيرا؟ لا، انتوا بدكم تيجوا تبركوا عندي هون كم يوم بالامارات. انا معي اجرة اقطع الحديقة حتى اقطع الامارات. ايه بس شو شان موضوع اجرة الباسبورات والطيارة؟ لا تخاف، انا رح اتكفل بكل شيء. ايه ايه يا عيني عليك، هذا الحكي بنسمع. حولنا 3000 دولار، مخبي 2000 ومطلع ب2000. بس في عندك مشكلة واحدة صغيرة. وشو هالمشكلة بقى؟ هون المدينة اللي أنا ساكن فيها ممنوع السير على الأقدام. نعم، لك شلون تمشوا انتم؟ منمشي على السكيت. صلي على النبي يا عبد الحلال، أنا على أجري بالزرعة بمشي. شو هاد السكيت بعدين؟ لحظة، رايح أفرجيك إياه، يعني مثل هاد، بس لازم تعرف تمشي عليه. لا انا عن جد ماني مصدق، عن جد بدنا نروح على الامارات واخيرا رح ارتاح من القلق في البيت شوي. اي بس شو بدنا نعمل بهذا السكيت اللي قال عليه؟ شلون بدنا نمشي فيه؟ بسيطه كثير بابا، هلا بروح بجيب الثلاثه مثل بعض ونتعلم عليه هون، كثير بسيطين. صح بيحكي، بس قبل ما نعمل شيء منوب نقول للمتابعين يشتركوا بالقناه لانه قربنا نوصل للمليون ونص، كل واحد عاشو الفيديو يحط لايك لو ما يروح يحط لايك، يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس، قربنا على المليون ونص لانه تفضلوا. بالعين تطرقك، انا بعرف هذا شلون بيلتبس. على فكرة سهل كثير. ها والله كثير سهل. سهل قلت لي، امشي شوف فرجينا. اي مو تكرم عينك فرجي. يا حيف عليك ما بتعرف تسوقه، فرج على ابوك وتعلم شلون تلتق. عامل لي حالك بتعرف تلعبه؟ عم تضحك علي؟ علي الطلاق اللي بطرف شيخ طربوش. قولي ما بدك تروح بدي جايكي. لا مو طلعت امي بتعرف تسوقه؟ الله اكبر من عينك، خمسة وخماسة شبطني عيني خرب بيته. وانا كمان ما عاد قادر منوب. قوموا على البيت. اسمع بابا،
انا عندي فكره حلوه. وشو هي؟ اتحفنا لنشوف. اسمع لأقول لك، انا بطلع بسوق سياره وانت تمسك فيها من ورا وهيك بتعرف توازن. شو رايك؟ بتصدق فكره حلوه. قوم قوم يلا قوم بسرعه. جاهز بابا؟ يلا يلا انا صرت جاهز. يلا اسمع مني بلاها راح توقع تتكسر. ها اسكتي انتي اسكتي وتفرجي هلا شلون راح ابلش تشفيط. هدي قولي بابا ولي شبك بابا ايش فيه؟ صار اوه ايدي عم تسرع والله لك كسرك اليوم مالي عايف تعال هون والله ما اصلا شبك انت عليك وعلى سكيت وبطيخ نم مسك هاد يا هلا يا هلا والله نورتوا الامارات بنورك او بالزين اهلي بس مشان موضوع هاد بدنا نضل بسينو هيك نحن اوعك اوعك تشتحن هون الشرطه مباشره بياخذوك على السجن مو تركيا هون هوب هوب عندك يا مدام نعم عم تحكي معي؟ وافي عندك ليش مالك لابسه سكيت؟ ايه سدوا لبوزك سدوا شو ايش الله هاي ايش بدنا جايين عم نمشي على هون لا ناقصنا نطربش نتكسر نحن على سكيت وبطيخ للساعة تاي 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 هون قولي دقيقة عم رح اعودك قولي